معليش يا ميسي معليش. لا عليك يا ميسي, انت ضيع حبيبي, ضيع حبيبي, انت ضيع وانا نشربها. انت تمر بجانب الحدث وانا نسير سبب خروجكم البطولات. مش مشكل, فداك يا ميسي, فداك يا افضل لاعب في التاريخ. انا درعك, انا سهمك, انا نبراسك وقلمك يا ليو. انت ميسي كبيرهم على صغرك وعرض المتعة في عالم القدم. وانا يا ميسي مستعد للذود عنك لتقبل سهامهم بدلا منك وضربهم بدلا عنك لاخر رمق. محلاكم جمهور الكورة, فشل الارجنتين في البطولات الكبرى من 93 في ماتش المكسيك 2-1 من 26 سنة. الذهب لا يدخل البلاد الفضية ارجنتينا. هي ميسي جول القائم الليونيل. مش ممكن, مش ممكن, مثل ميسي والتعادل يذيع. يا كورة يا ملعونة, يا كورة يا مسحورة, يا كورة يا مخبولة. مش ممكن, كورة مهبولة ضاعت على المنتخب الأرجنتيني. هذه الكورة تحب البرازيل, هذه كورة عاشقة البرازيل. الأرجنتين الحقيقة تستاهل تعادل, تستاهل تعادل الأرجنتين. لما تكون في سيمي فاينل في البرازيل بالذات ضد منتخب الدار, منتخب الضيافة, كورة على العارضة وكورة على القائم, تولي ماكس محظوظ بالكل. ميسي لا تريده ألقاب القارة, ميسي لا تحب ألقاب المونديال والفيفا. لماذا, لماذا, لماذا تمنعت؟ لماذا ترفضين؟ لماذا تلفظين؟ لماذا لا تقبلين بمهر أفضل لاعب في التاريخ ليونيل ميسي؟ الكرة تحكم بأحكامها. الأرجنتين ظلمت في هذه الساعة الأولى من المباراة في زمن 60 دقيقة من القمة من كلاسيكو الأرض يا لوتارو. ظلمتم, 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 ظلمتم. ولكن هذا منتخب ممكن يبنى عليه, هذا منتخب ممكن يبنى عليه الفريق الأرجنتيني. ميسي لن يلعب هذه المرة نهائي الكوبا, سيخرج في نصف النهائي بعد فاينل 2007, فاينل 2015, فاينل 2016 وكوارتر فاينل 2011 على أرضهم. الأرجنتين ما يوريوش خسارتهم, ما يوريوش دموعهم قدام البرازيليين. إنه الكبرياء الأرجنتيني يا سادة, ولكن في القلب العين تدمع والقلب يوجع. الخسارة أمام الغريم الأزلي توجع, والخسارة أمام العدو الكروي.